هو ده سبب التعاسة في الدنيا كلها، انك تعلق سعادتك باي شيء غير الله، فيكون ما تعلق قلبك به من دون الله هو سبب تعاستك، هو سبب انك ما تبقاش عايز سعيد في الحياة. ما تعلقش قلبك في السعادة ولا في النجاح الا بالله. خلي عندك رضا واجعله رب رضي.